أهلا بحضراتكم من جديد. وارتفاع ملحوظ وقفزة كبيرة حققتها أسعار الذهب اليوم، ده بعد ما ارتفعت بالفعل امبارح يمكن أسعار الذهب حوالي 6 جنيه، بقى إجمالي ارتفاع سعر الذهب على مدار 48 ساعة بنتكلم يمكن 13 جنيه يعني حتى هذه اللحظة، حتى وقت ما بنكلم حضراتكم. ده بالتأكيد وسط حركة ملحوظة في سعر الذهب في البورصة العالمية. لكن السؤال الأهم، أسعار الذهب عاملة إيه النهاردة؟ يعني خلوني أقول لكم مثلا إن عيار 24 سجل 904 جنيه، عيار 21 سجل 792 جنيه، عيار 18 سجل 678 جنيه، وصل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيه. إحنا عايزين نعرف التفاصيل أكتر عن هذه المتغيرات الجديدة. إحنا بنضم لينا على التليفون أستاذ نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. تفسير حضرتك إيه بقى للارتفاع اللي إحنا بنشهده يمكن في أسعار الذهب في خلال اليومين اللي فاتوا؟ هو الحقيقة السبب الأساسي في الانخفاض اللي حصل الأسبوع اللي فات ده هو اجتماع اللي بيعمله البنك الفيدرالي الدولي. فالبنك الفيدرالي الدولي بيوعد بأنه هيزود الفايدة على الأسهم والسندات الأمريكية، فده بيبقى الاجتماع ده بيسبب ذبذبة في الدول. فطبعا بيحصل انخفاض لأن في المستثمرين بينتظروا زيادة الفايدة دي، فبيطرحوا أطنان للبيع فبينخفض سعر الذهب انخفاض كان يعني كان كبير جدا. وبعد ما بيخلص الاجتماع ده وما بيتحققش الكلام اللي هو بيحصل ان بيزودوا الفايدة على الأسهم والسندات الأمريكية والحاجات دي كلها، بعد ما بينتهي هذا الاجتماع بيدركوا ان ما فيش حاجة لسه تمت، فبيبتدوا يشتروا أطنان الذهب اللي باعوها مرة تانية في ظرف يعني بسيط جدا قبل ما السعر يرتفع عالميا. فده بيشتروا أطنان من الذهب، بيعلى الذهب امبارح عالي حوالي 5-6 جنيه والنهاردة عالي برضو حوالي 6-7 جنيه. فطبعا العلو ده كبير جدا في ظرف يومين. طبعا 13 ألف جنيه كيلو، ده طبعا حاجة كبيرة، فرق كبير طبعا، فبتبقى فرق كبير بالنسبة. فندم يعني يفيد الناس اللي بتشتري بكميات كبيرة أو سبائك أو كده، لكن الناس اللي هي بتبيع غويش أو حلق أو ما يستفيدوش أو من القصة دي بيستفيدوا حاجة بسيطة لأن الكمية بتاعتهم. لكن يعني انا عندي سؤال مكرر وثابت ومعاد لحضراتكم، لما بيبقى فيه انخفاضات او ارتفاعات بالشكل ده، وهو نشتري ولا نبيع دلوقتي؟ فهل رد حضرتك دلوقتي بيبقى موجه حتى للناس اللي هتشتري او هتبيع حاجه صغيره، ولا الناس اللي بتشتري حاجات كبيره؟ يعني هو بالنسبه للحاجات الكبيره هي بتاثر، لكن بالنسبه للكميات الصغيره يعني اللي بياخد حلقه او خاتم او كل حاجات يعني لا تتجاوز 3 4 جرام 5 جرام، فكل ده ما يأثرش في الشراء او البيع بالنسبه ليهم. اللي بيتأثر المستثمر اللي هو بياخد كميات يعني 200 جرام 500 جرام كيلو، فهي دي اللي بتأثر معاه. لكن بشكل عام ننصح بإيه؟ يعني ننصح الناس بشكل عام طبعا ان كل مكان يعني الفتره اللي فاتت دي طبعا كان السعر منخفض جدا، فطبعا بالنسبه للي يشتري طبعا احسن كويس قوي قوي قوي، بيستفاد طبعا لما السعر بيزيد بيبتدي يحقق ارباح كويسه معاه. ده اللي شرى في الانخفاض حضرتك بتقول؟ اللي اشترى طبعا في فهو كده حقق حاجه كويسه. طبعا، لكن محدش يروح يشتري دلوقتي. لا دلوقتي يعني اللي بيشتري بيشتري الحاجة الضرورية طبعا بالنسبة ليه، بس هو بيشتري كمية بسيطة ما تأثرش عليه في البيع أو الشراء. واللي عايز يبيع؟ اللي عايز يبيع طبعا، اللي عايز يبيع يبيع، اللي عايز يبيع دلوقتي يبيع لأن السعر دلوقتي معتدل.
غير لما يعني بالنسبه للسوق معتدل برضو، ما هوش ارتفاع كبير عشان حد يبيع يعني يفرط في حاجه، فا ما يبقاش برضو متسرع في القصه دي. طب لا. ده ياخدني لنقطه تانية، فان توقعات حضرتك ايه الاسبوع الجاي؟ هل ممكن يبقى في ارتفاعات اكتر من كده؟ يعني عايز يبيع حاجه ينتظر عليها شويه، ينتظر شويه لان هو دلوقتي المؤشر قابل للزياده. يعني على طول في زيادات يعني، بس هي تدريجية يعني، مش بتبقى زيادات مباشرة جامدة. هي طبعا كانت مباشرة جامدة عقب الاجتماع بتاع البنك الفيدرالي الدولي، لأنه هم المستثمرين الأجانب بيشتروا كميات أطنان غير عندنا هنا في مصر، بيشتروا جرامات. يعني بتفرق طبعا. توقعاتك ممكن تبقى الزيادة في حدود قد إيه؟ يعني الزيادة برضو في حدود يعني أقل من 10 كده. الرفع كله برضه يفرق طبعا، يعني كده 6 جنيه 5 جنيه ورا بعض في يومين، لو كمان في الاسبوع اللاحق 10 جنيه فده برضو رقم. طبعا. لا يبقى ننتظر بقى. لا ننتظر باذن الله. شكرا. لا شكرا لحضرتك. اتفضل. لا لا عفوا يا فندم. اتفضل. طيب دي المعلومات الأهم. يعني سوق الذهب سوق مهم وبيحرك يعني الكثير من الناس، يعني سواء في حركة الشراء أو حركة البيع ناس تعتمد عليه تحب تعرف أسعار الذهب. فدي أسعار الذهب النهاردة، ودي التوقعات للأسبوع القادم. يعني ده اللي كان عندنا النهاردة، يعني نمدكم بيه بمعلومات. في كل أحوال شكرا للمتابعة وانتظروا في المزيد. إلى اللقاء.